الله. إذا اختلفت مع زوجتك فحاول ألا ترد عليها ولا تقمعها ولا ترهبها بالصوت أو بالصوت أو تقول ما صدقتي أو كذبتي أعوذ بالله أو يا كذا، لا اتركها تفضفض، المرأة تريد أن تفضفض. ولا تنتبه للتلفزيون، لا تشتغل بالتلفزيون ولا اجلس واستسلم أمامها، هذا صحيح، وسلم رقبتك واجلس متأدبا ودع لها تتكلم بس، ولا تحاول ترد أبد، لا ترد حتى لا بحق ولا بباطل، وقل صدقتي وأنا أتوب إلى الله. أسمع، وأنا أتوب إلى الله وأعاهدك أني ما أعود إلى ذلك، وأسألك بالله أن تعتقي رقبتي لوجه الله، ولا وأنت المصيبة وأنا المخطئ والشيطان هو لعب علي وأنا عبد مقصر وباب التوبة مفتوح، وإن شاء الله أني أعاهدك المرة الأخيرة بإذن الواحد الأحد. فالمرأة عاطفية وكريمة دائما المرأة، وهي أكرم من الرجل في الغالب، حتى يقول متنبي ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. المرأة دائما سبحان الله، المرأة أقول لكم عاطفية، المرأة أوفى من الرجل. المرأة تمرض وهي مريضة، تمرض أمها وزوجها وهي مريضة هي. المرأة تحمل ابنها طفلا وتحتضنه وتحتضن زوجها في قلبها وتقوم على الرعاية وتحاول أن تحرص، ومع ذلك تجد الرجل كأنه متكلم. فأقول هذا عليكم بالدراسة، فإذا قلت ما استسلمت لا ترد، لا تحاول ترد حتى لو كل شيء، سوف تبدهي فتقول غفر الله لك وأنا أدري أنك صادق، وتبرر أخطائك هي وتعتذر لك وتلتمس. أما إذا رددت عليه ترد عليه، ثم تقوم تعطيها كلمة ثم تعطيك كلمة ثم تعطيها بوكس ثم تعطيك هي لكمة.